قبل كل شيء السلام عليكم ورحمة الله. كما كتشوفوا مع الإخوان عندنا الجهاز هذا تي بي لينك اسي 867. كما كتشوفوا الشكل ديالو يقدر يبان لك غريب واحد شوية. هاد النوع ديال تي بي لينك كما كتشوفوا الكتابة اللي كاينة في الفيديو كتظهر على أنه يمكنك إرسال الإنترنت أكثر من 20 كيلومتر. بالفعل كما كتشوفوا معنا هذا الجهاز هذا داير بحال الشكل ديال البارابول. هذا هو اللاقط اللي كيرسل ويستقبل الإشارة. كما كتشوفوا معنا العلبة شنو كتواجد بها. هذا منفذ ديال التيار كيتزود بالتيار الكهربائي بطبيعة الحال 220. فيه واحد جوج المنافذ ديال الارجي 45، واحد كناخدو منو الانترنت وواحد كنوصلو به اللاقط ديال هاد تي بي لينك عن طريق تمرير التيار الكهربائي بالكابل بواحد المنفذ مكتوب عليه بي او او، يعني كتكون الكابل الانترنت دايز معاه التيار اللي كيزود هاد اللاقط بالكهرباء بلا ما نحتاجو اننا نديرو طول هاد القطعة هادي. الاكسسوار اللي كيجيو مع هاد تي بي لينك كما كتشوفو معنا كيجيو مغلفين على هاد الشكل هذا، كنحلو ليهم البلاستيك ديالهم اللي يبغى يقرا الكتاب بطبيعة الحال. بحكم هنا غادي نشرحو نركبوه معكم جميع، نشرحو معكم الطريقة. كما كتشوفو معنا هنايا كاين واحد بحال الشكل ديال الكوليس، انا ندور لكم تشوفوا دابا كاين واحد الفتحة كبيرة كتدخل تما، هذا كتكون الفوق وحدة في الاسفل. كنوجهو دوك الفتحات الكبار من بعد كنسحبو للاسفل كتدخل على شكل كوليس. الجهة الاخرى بنفس الطريقة كذلك كندخلو دوك الفتحات في البلاصة الكبيرة من بعد كنسحبو للاسفل على هاد الشكل هذا. هاد بالنسبة لهاد تي بي لينك كتخدم الناس اللي عندهم مثلا شي فيرما، الشركات اللي كتكون بناية وبين بناية واحد المسافة كيف يوصلوا بها الانترنت، يعني ما عندهمش كيفاش يوصلوا الكابل. بالمناسبة الناس اللي بغاو يديروا كذلك كاميرات مراقبة بالطاقة الشمسية كما كتشوفوا كتخدم الكاميرا هذه بال4G. اللي بغاو معلومات عليها واستفسار عليها يتواصلوا معنا نعطيو زميل المعلومات. نرجعو للتي بي لينك ديالنا كما كتشوفو غنزيدو نديرو داك لي فيس باش ما يتحلوش لينا. كما كتشوفو هذا هو الشكل ديالهم. كناخدو القطعة البلاستيكية اللي كيزيد تتواجد بها واحد ميزان كما كتشوفو معنا هنايا، يعني التركيب ديالها راه تنظن غيكون ساهل. هادوك الفتحات كل وحده غتدخل في بلاصتها كما كتشوفوا. دابا غنركبوا القطعه اللي غتشد لينا هاد اللاقط مع السيبور اللي كتكون عندنا معلقه بحال الشكل ديال البارابول. انا صحت معكم هاد الطريقه ديال كيفاش جمعت هاد القطعه هادي. من بعد غنمشي معكم للبلاصه اللي ركبنا هاد القطع هادو واحد المعمل. طبيعة الحال الطريقة اللي جمعنا بها هاد القطعة غنجمع بها الطريقة ديال الجهاز الآخر، حيت ميمكنش نخدمو بجهاز واحد ضروري خصنا جوج ديال الأجهزة، واحد كي يعطي والآخر كي ياخد الإشارة. من بعد كنوصلوه كما كتشوفو هاد القطعة هادي كتحمل لينا الكابل تسرب المياه، حيت هادي كتركب على برا يعني كتكون معرضة للأشعة ديال الشمس كتكون الامطار، يعني اصلا هي مدوره لهذا الغرض هذا. وصلنا الان نهايه الشرح. التي بي لينك كتخدم 20 كيلومتر للفوق. نطلعوا دابا نشوفوها واش خطر
طالع للسلوم. كما بدات طلعنا شفنا السينيال ديالها الفوق كما كتشوفوا راه شاعل بالزرق دوك السينيال ديالها.